اكيد الكربون، وواحده منهم في الفلبينيه بعد، مو في البحرين بحيث انه يتغاضى عن الكلام. وحتى الفلبينيه قالت لنا شنو؟ يوم شفتونا الغاز في الحجره اللي هو فيها، ليش ما شلتونا حطيتونا في حجره ثانيه؟ لان نحطه في حجره ثانيه وتديره كلها زي الدموع، وين نودي؟ احنا خلينا نفدب جلدنا كان بعدين يشيلوا وياه. يعني شو مين اكره الموضوع واشكره يعترفون ان في تسمم عندي. تسمم حاد. واحد زوجي يا جماعه. عشان ما تقدر تروح.